تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة دشنت مؤسسة البلاد الإعلامية قائمة صحيفة البلاد لأقوى 50 شركة بحرينية لعام 2023 في نسختها الثانية. وتأتي هذه المبادرة لإبراز مساهمة الشركات الوطنية في الاقتصاد الوطني وترسيخ خطوات ازدهاره بصورة مستدامة. شركات بحرينية من مختلف الأنشطة والقطاعات تنافست في النسخة الثانية للوصول إلى قائمة البلاد لأقوى 50 شركة بحرينية لتستعرض من خلالها مواطن القوى لدى الشركات البحرينية ودورها المهم والحيوي بالمساهمة في الاقتصاد الوطني. هذه المبادرة وهذه الفكرة جاءت من منطلق تشجيع الشركات على قيم ومبادئ الإفصاح والشفافية والمصداقية في تقديم المعلومات، لأن المعلومات هي أساس كل نمو وكل تطور. فعلى الأساس وجدنا أن هذه المبادرة لقيت كل الدعم من الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة. احنا نشوف هذه النوع من المبادرات تعطي نوع من الحافز لارتقاء كل الشركات نفسهم مستويات أعلى. احنا طبعا يعني هذه مبادرة السنة الثانية طبعا لصحيفة البلاد، واحنا نشوفها مبادرة طيبة وقاعدة تأثر تأثير إيجابي مستوى الشركات هذه. هذا المشروع البحثي والذي ينطلق في عامه الثاني على التوالي يسعى إلى إبراز قطاعات العمل المختلفة والأفكار الخلاقة في مجال التجارة، ما يساهم في تعزيز المنافسة والنهوض بالقطاع الاقتصادي. حصولنا للمرة الثانية على التوالي على المركز الأول في هذه المبادرات، وهذه المبادرات طبعا تعتبر نوع من أنواع التسويق لشركة ألبا، إنها راح تعطي أهمية كبيرة للشركة في من خلال عملائنا اللي نصدر لهم الألمنيوم على مستوى أنحاء العالم. طبعا هذه الجائزة هو جائزة طبعا تشد من جانب معين، هي اختيار الشركة أو المؤسسة ضمن أقوى شركة يبرز هذه الشركة ويدفع الشركات الأخرى المنافسة إلى العمل لأن تكون ضمن هذه القائمة. هي طبعا قائمة يعني تعتبر أنها تعترف بمجهود الشركات في أنها تستمر في الربح وأن تكون من الشركات الرائدة في البحرين والبعض منها على مستوى الشرق الأوسط. هذه المبادرة والتي تأتي احتفاء بالشركات الوطنية في ضوء ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات وتغييرات متسارعة على المستوى الإقليمي والدولي، وبالاستناد إلى معايير محددة تهدف هذه المبادرة إلى إبراز دور المؤسسات الوطنية الرائدة في دعم النمو الاقتصادي وترسيخ خطوات ازدهاره بصورة مستدامة. هذه المبادرة تسعى إلى إبراز دور المؤسسات الوطنية الرائدة في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية فيما بينهم من خلال جملة من المعايير التي تم اعتمادها لاختيار 50 شركة. خلة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.